تحية لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان وخارج لبنان. نحن اليوم حلقتنا مميزة بكوفي بريك، طبعا الحلقة جديدة بمواضيع كتير غنية وفيها هيك حياة مليانة حياة، لأنه في معنا ضيف اليوم بالحلقة، ضيفة هيك صبية وبيكون جو شبابي جدا. منستقبل سوا كريستا ماريا خوري، اهلا وسهلا فيك معنا اليوم. بونجور شارلوت، كيفك؟ بونجور، اهلا وسهلا. كريستا ماريا، فيك اول شيء تعرفينا عن حالك، شو الاسم الكامل وقد ايه عمرك وشو بتعملي بالحياه؟ اكيد اول شيء انا اسمي كريستا ماريا خوري وانا بصف جريد 11 وانا بحياتي بالمدرسه، يعني بعد ما بلشتها. قد ايه عمرك؟ عمري 15 سنة. أهلا وسهلا كريستا. لكن اليوم صبحيتنا مع كريستا مليانة بالحيوية طبعا، وقت بتعرفوا عنصر الشباب قد ايه بيضيف علينا حياة مليئة بالفرح. بنبدأ دايما بحلقة كوفي بريك بالصلاة، وصلاة اليوم موجهة لمر شربل. شو بنقول نحن وياكم لمر شربل حتى يحملنا عيالنا ويدخل بيوتنا يوميا؟ بشفاعتك عند الرب يسوع يا مر شربل، اشفي كل انسان مريض وساعد كل متألم وضعيف، كون عون لنا في وقت الشدة والصعوبات، امين. مر شربل، كلام يوجه من القلب الى السماء، وصوتنا بنعرف انه بيصلك لانه انت دائما محاوط لاشخاص المرضى، مش بس المرضى، اشخاص يلي بحاجة لك دائما انت موجود. فنحن بس منلقي الكلام وعليك الباقي. يا مر شربل، حمي كل العيال وكل الأشخاص، خاصة يلي ما عم بيقدروا يصلوا أو ما عندهم هالإيمان الكافي، العاب على هيدا الخط وقويلن إيمانهم. فمن هون بتنطلق حلقة كوفي بريك، ومنرجع على ضيفتنا. رح نسألك شوي، هلأ بهالفترة نحن بعدنا عن الكورونا، طبعا كورونا كانت كتير مضايقة علينا وخنقتنا، فهلا ما في كورونا تقريبا، فيه بس انه منا مأزية مثل قبل. كيف عم تحسي صيفيتك السنة غير السنتين اللي مرقناهم؟ ايه مزبوط، صيفيتي كتير فرقت عن هديك السنة والقبلة، يعني لانه هلا كأنه عودت عن كل اللي قفيتهم قبل. يعني قبل كنا ضلينا بالبيت وما عم نعمل شيء وما فينا نظهر، يعني هلا عودت على كل المظهرتون، صرت كل يوم عم بعمل شيء وعم بتسلى مع رفقاتي مبسوطة. لاحظنا هالفرح الداخلي يلي عم تحكي فيه كريستا ماريا، هي والشباب أصحابها وكلهم بيشبهوا بعضهم، نفس الأجواء عاشوها ونفس الطرق يلي قدروا طلعوا منها، فتخطوا المرحلة شوي. وتباعا بالحلقة بنحكي نحن وياها لشوف كيف المراحل صارت. نبدأ بالفقرة الأولى لليوم، بصمة نسائية. اليوم تحديدا بمصمة نسائية رح احكي عن كريستيان واكد. كريستيان واكد شخص مجازي بالحقوق وبعلم النفس التطبيقي، اي بسيكولوجي دي ترافاي، HR مانجر، مديرة شؤون الموارد البشرية لاكثر من 20 سنة. وكريستيان حبت انه ترجع تعمل فورماسيون عن جديد، فقررت تزيد على درسها لايف كوتش. من بعد حصول على دبلوم كوتشينج قررت تأسس مؤسسة اسمها فلوريش، وفلوريش صارت نازلة على الانستا بالسوشيال ميديا، بيلعب دور كتير مهم بهالمواضيع، من خلالها بتمارس مهنتها كمعالجة نفسية لللايف كوتش. وفلوريش رح يصير إلى سنة مؤسسة من خلالها تم مشروع إذا بدكم أو وركشوب أو ريتريت، يعني هو بيروحوا النساء أو السيدات أو الأشخاص لحتى يعملوا ريترات، يرتاحوا، يطلعوا هيك الاشياء منهم ويشتغلوا اشياء فنيه. اذا فينا نقول كمان عندها نشاطات ثانيه اخرى. وفلوريش بتشتغل مع الكبار والمراهقين والصغار، يعني بتاخذ كل الاعمار. هدفها نشر الراحه النفسيه عند الاشخاص، الثقه بالنفس. هون انا وكريستيان، تحيه لك كريستيان، ونحن اكيد بنشوف حالنا بهيك نساء وسيدات. بتعطيهم الدعم فلوريش ليحققوا اهدافهم، وفي الديسيبلين، وبيتم العمل فيها مش بس من خلال جلسات بينه وبين الكلاينتس، انما هدفها ايضا العمل مع الجروبات من خلال اكتيفيتي يلي بتعملهم، ان كان نهار واحد او ويك اند.
وكريستيان أضافت الأكتيفيتي دايما حتى تعطي جو شوي مهضوم، الناس تتقرب من الحياة. عندها أكتيفيتي عديدة، منها جروب كوتشينج سيشنز ليقدروا يوصلوا لهدف هالمؤسسة، سعادة الأشخاص وثقتهم بنفسهم وراحتهم النفسية، هيدا هو الهدف. نظمت فلوريش، هلأ عم بحكيكم بهالفترة بالصيفية كتير بدي ألقي الضوء على هذا الموضوع لأنه كتير مهم. نظمت فلوريش جراني ان اكشن. جراني ان اكشن هي ايفنت او ريتريت، يعني بيروحوا التيتا كل التيتات وبيروحوا هيك لحتى يموهوا شوي ويفكروا انه عن جد هن مش ما حدا عم بفكر فيهم. فمن هون كريستيان اطلقت الاهتمام بالتيتا لانه بفكروا انه في عدم تفكير فيهم، وبفكروا انه هن بس لتربيه الاحفاد لان الام تشتغل. وتكريم للتيتا قامت كريستيان بهالنشاط لترتاح. وهون عم يبينوا صور معنا، كان في جلسه الريسبيراسيون التنفس حتى كل وحده ترتاح وتريح اعصابها. فانا شخصيا كنت حاضره معهم من ورا كريستيان، دعيتني حتى اكون بهيدا اللقاء وهيك قدرت نزله على التي في لحتى نحكي عنه. انا وكريستيان هون كان بلش نهارنا، وهي عطيتنا يومين حتى التيتا هيك ترتاح وتبعد عن كل الأفكار يلي بتزعجها بالحياة. كان في جلسات للتعبير والراحة، الأكل سوا، كنا نقعد نجتمع، والأكتيفيتي مبنية على أمور فنية. فالمهم والأهم أنه مش التيتا هي يلي بتحجز، إنما ولادها يلي بيحجزولها ليقدموا لها إياها كادو. فهون التيتا بتكون مفاجأة لإلها وبتقضي يومين من العمر. كان في كمان اشخاص تهتم ب لوكينج، يعني اللوك تبع التيتا، بيعملوا مثلا شعرها مش لابق لها بقصوا لها شعرها، بيظبطوا لها. هون عم نشوف الكوافير كان عم يشتغل بهالاكتيفيتي يلي وقتها محدد، فبقصوا الشعر وبيعملوا براشينج وكل الامور يلي التيتا بحاجه لها. وايضا كان في مثل ما فرجينا قبل شوي تنفس مع اختصاصي، وعشيه كان في سهره فيروزيه، يعني فيروزيات، كان شخص عم بدق على العود وعم بغني لفيروز. وهيدي كل الامور يلي صارت طبعا في اشياء كتير مهمه، ولكن انا بهمني كتير هون شدد والقي الضوء على كريستيان واكد يلي الك كل الاحترام والتحيه على هالفكره يلي اطلقتيها. وكانوا التيتات كلهم مبسوطين وموجودين، ضحكتهم كتير كبيره. وشكرا لكريستيان على تعبك وافكارك يلي اطلقتيها بهيدا الايفنت. وهون كلنا سوا منشوف السيدات بارائهم الشخصيه بالفيديو. في عنا طبعا رح نحكي مين السيدات، منى عقل وسميره واكد ومارلان، وبنرجع كمان لعايده ربط. اهلا وسهلا فيكم، نحن كثير مبسوطين تكونوا معنا بكوفي بريك لتعبروا عن شعوركم يا تيتا، كيف عشتوا هالمرحله. جراني ان اكشن هي ريتريت بتعقد حلوه كثير عملتها كريستيان فلوريش. شغلي اول مره بحياتي بجربها. كان فيها نشاطات للتيتا، شغله كثير مهمه، رجعت لنا شغلة كنا مش عم نفكر فيها، هي حالنا، صحتنا النفسية والجسدية. كتير شيء بقدره وبشكره عليه، وبحب انه شجع الكل يعملوه. كانت خبرة لقلنا وميرسي كتير. عشنا يومين تجربة مع كريستيان، كانوا يومين من العمر من ناحية الفرح والحياة اللي فيها إيجابية، وكنا كل واحد عنده نوع من الهموم السلبية، الهموم قدرنا نتشارك فيها نحن والجروب كله، نحن والفرقة كلها الجروب، وساعدنا بعضنا نتخطى كل شيء اسمه صعوبة وسلبية ونعيش حياة كلها فرح وأمل. وبتمنى عليكم تجوا صوبنا أو تمروا بهالتجربة. جينا يومين مع كريستيان نقضيهم سوا، تعرفنا على أشخاص كتير، كنا مبسوطين مع بعض. نحنا
أخذنا من بعض كتير قصص وعشنا هاليومين بفرح ومحبة. وشو بدي أقول، يعني كتير المشوار حلو، كتير أخذنا منه كتير، وإن شاء الله نقدر نعطي كمان منه كتير. بشكر كريستيان على هالفرصة اللي عطتنا إياها، لكل اللي كانوا موجودين من كل شيء. وسلام المسيح مع الجميع. إكسبرينس كتير حلوة بالحقيقة. أنا بنصح كل الستات، يعني هيك الستات بتلتقى مع بعضها وبتتعرف على بعضها وتفتح قلبها لبعضها. وبعدين كل إنسان عنده مشكلة أو مصيبة مخبيها بقلبه وبفكره، هيك بيسمع مصايب غيره وتهون مصيبته، وحقيقة بتحسوا أنه بتظهروا خفيف نضاف مثل الريشة، في حمل كان كأن على ظهركم وطلع منكم. أنا بنصح كل الستات يعملوا هالإكسبرينس تبع الكبار، طبعا الكبار والصغار، لأنه كمان لجان يزون بزوان دسا. مثل ما شفتوا الفيديو، كنا طبعا عم نسمع سيدات آراءهم، ولكن شكرا لك كريستيان عن جديد. لما نقول بصمة نسائية هيك منتشجع حتى كل السيدات يفكروا بأفكار تريح غيرهم. فهالتيتات كلهم نحن شفناهم قد كانوا مبسوطين، وانا كنت موجوده طبعا البسمه على وجههم. شكرا لك على زرع البسمه والفرح والامل على وجوه التيتا. الله يخلي كل تيتا ببيتها ويخليكم يا رب. ومن بعد ما حكينا عن هالجراني ان اكشن فلوريش لكريستيان واكد، راح ننتقل لضيفتنا عن جديد كريستا. كورونا مثل ما سبق وحكينا سكرت عليكم كل شيء ممكن تظهروا، شباب صبايا بنات، ولكن قدي خلتكم تقربوا أكثر من السوشيال ميديا بسبب الوحدة؟ ايه أكيد، خصوصا أنه ضلينا كل وقت بالبيت، في عالم أنه حسوا بدهم يعملوا شيء بنقعد على التليفون وما بنعمل شيء. كمان أوقات هذا الشيء بيأثر انه بنبعد عن عائلتنا، بنضل كل وقت على التليفون وما بننتبه على الوقت، انه بيقطع بسرعه وبيقطع النهار ما قعدنا مع اهلنا. فهذا الشيء كثير بيأثر علينا، بس في عالم قدروا انه يبعدوا شوي عن الالكترونيكس، وفي عالم بعدهم لهلا انه معلقين فيهم وهيك. بس طالما عم تحكي انه كانت مشكله لبعدتكم عن اهلكم، لكن انتم واعيين على المشكلة بس ما قدرتوا تطلعوا منها، بس هلأ طلعتوا يمكن. ايه مزبوط، بس بركي بوقتها لأنه أنت بس تكوني معلقة بشي ما بتنتبهي، يعني نصير نحن شوي شوي عم أهلنا عم نتعلق فيها وما عم ننتبه أنه هذا الشيء عم يبعدنا عن أهلنا. طيب ولما الأهل يقولوا وينكم اشتقنا لكم بدنا نشوفكم، كان إنذار مزعج ولا كنتوا تحسوا أنه معهم حق؟ بركي نحس شوي أنه ايه معهم حق، بس أنه كمان انه انا شخصيا كنت فكر انه اذا بقعد على التليفون بتسلى اكثر من ما اقعد مع اهلي، مع انه هي العكس، لازم تو بي جريتفل انه عنا عائله نقعد معها وانه نقعد نحكيهم ونخبرهم عن نهارنا وهيك. ف طيب انا بدي منك تطلعي بكاميرتك اللي بوجهك وتقولي لاصحابك اللي عم يحضروك اليوم يلي كلهم ناطرين هيدي الحلقه، قد ايه مهم وجود الاهل وقد ايه مهم الدعم للاهل، وبتنصحيهم يضلوا سوشيال ميديا او شوي يختلطوا بالعائله؟ لا انا اكيد بنصحكم انه بركي تنظموا وقتكم شوي على السوشيال ميديا وشوي مع اهلكم، بس اكثر مع اهلكم لانه دائما الاهل اريح وننبسط معهم اكثر. شكرا كريستا على الكلام الحلو، واعتبروا هيدا كلام يوصل لانه عن جد اللي عم تقوله كريستا شيء كثير مهم. فبنتقل انا وياكم للفقره رقم 2 ادفايس. بالادفايس اليوم في عنا كيف بنحفظ ورق عريش بالفريزر. وبتعرفوا الموسم دائما نحن بنحط اشياء بالفريزر، اذا قادرين نحصل عليها طازه ليش لا، واذا كان عنا كميه كبيره الفريزر هو الحل السريع. عندي هون طبعا في عده طرق وكل سيده بتستخدم طريقه معينه، ولكن رح اعطيكم ثلاث طرق من عنا من كوفي بريك حتى انتم تشوفوا اي طريقه بتناسبكم. اول وحده في عنا مي على النار، نحط المي حتى تغلي، بس تغلي المي تنقول اذا حكينا عن 6 لتر مي، عم نعطيكم مثلا الكميه، فينا نحط نص كوب ملح وربع كوب سكر. بنحط الورق العنب لثواني فقط حتى نلاقي تغير لونهم، وبنرجع بنسحبهم بنحطهم بمصفيه حتى يصفوا كتير منيح.
نفتح ورقة نايلون طبعا بيكونوا سقعوا وبنحطهم بالنايلون هيك بطريقة ستريت فوق بعضهم، بنرجع بنسكر عليهم النايلون بنحطهم بالفريزر. لما نحطهم بالفريزر سيداتي لازم يكونوا جالسين فوق بعضهم. إذا عملنا إذا بدكم أول رف مثل ما بيقولوا كلهم هيك ليس مش بارمينهم، فالأفضل نستخدم زيت الطريقة حتى نستفهم فوق بعضهم ما بيتكسروا. والطريقة الثانية منغسلهم ومنصفيهم ومنصف الورق العنب بقلب مرتبين الإزاز بطريقة مثل ما رح تشوفوا الصور هلأ رح يبينوا معنا. منصفهم بمرتبين زجاجي ومي، منحط لتر مي مع ملح خشن ربع كوب، وطبعا دايما بنحكي عن ملح الخشن لأنه هو مفيد للأكل ما بينزع الورق، وبنحكي كمان ملعقة كبيرة سكر، وبنحركهم وبنحطهم على النار حتى تغلي المي. ومن بعدها بنكون صافين ورق العريش ومرتبين الازاز، بنسكب فوقهم الخليط وهيك بنسكر بنضغط كتير منيح وبنقلب المرتبين upside down رأسا على عقب حتى نحصل على نتيجة تنضغط كتير منيح، ومن بعدها كم يوم نرجع بنبرمه بنحط تحته ورق حتى نتأكد انه ما عم ينزل مي منه. هيدا رقم 2. ورقم 3 طبعا بنحطه بالفريزر، او اذا بدكم لا هلا ما عم نحكي على الفريزر، عم نحكي رقم 3 بنحط بالفريزر، ورقم 2 فينا نحفظه بالمرطبين على جنب على طريقه الكبيس. اما رقم 3 اللي راح نحطه بالفريزر بنغسلهم وبنترك الوراق خضر. كثير بيقولوا اذا تركنا الوراق خضر بتتكسر، فانا جربتها شخصيا الورقه الخضراء ما تكسرت معي ابدا على شرط تتبعوا النقاط. منتركها خضراء ومنضعها على النايلون ومنلفها بطريقة دائرية، ولما نلفها بطريقة دائرية منضغط لسحب الهواء. وأول طريقة كمان حطيناها ستريت من بعد ما غليناها، دايما بدنا نكبس على النايلون حتى نسحب الهواء منها وما ينتزعه. لكن هون عنا طريقتين للفريزر وطريقة بالمرتبين مش بالفريزر. هيك عطيناكم طرق لحفظ ورق العنب وألف صحة. من بعد الورق العنب هلا نحن صرنا مثل ما بتعرفوا داخلين على ابواب المدارس، يعني كلها عم تفتح والتلاميذ بلشوا يروحوا ويجوا ويجيبوا كتب وفي مدارس بلشت، ولكن مدرستك يا كريستا بعد ما بلشت قريبا جدا. نعم. اي متى؟ بكره. بكره. طيب هلا صيفية وعجقة وبيسين وبحر واصحاب وسهرات ولقاء اذا بدك، كيف رح نفوت بهالتينال هلا تينال المدرسة؟ هلا في كتير عالم انه محمسين يرجعوا على المدرسة للروتين بالحياة، لانه بس تجي الصيفية كأنه ببطل عندك responsibilities ومثل بتفلت بطريقة هيك you relax. هلا بنرجع على المدرسه بنرجع على الريسبونسابيلتيز وعلى الروتين وعلى الدرس وهيك. طيب بتحسي بعد هيدا الوقت اشتقتي ولا مجبوره؟ لا انا شخصيا اشتقت للمدرسه، مع انه معقول تكون غريبه انه انا عم بقول اشتقت للمدرسه، بس صراحه ايه لانه بشوف رفقاتي كل يوم بنبسط معهم، وفي وقت للدرس في وقت للجد في وقت للمزح والتسليه، فهيدا منيح. يعني ايه المدرسة هي اذا بدك بترجع هيك بترد الواحد على السكة، صح يمشي على السكة الصح. وما ننسى ابدا يا اصحاب لكريستا انه هي قضت صيفية معكم، قالت لي قبل ما نطلع نفوت على استوديو انه قضت صيفية كتير حلوة، فحست انه معكم هو الدعم ووجود الاصحاب حد بعض، رح نحكي تبعا مع كريستا عنه كمان، هو بيعطي دعم بالحياة حتى تنطلقوا اكتر واكتر. فهلأ بدكم تفتحوا عيونكم ودينيكم، المدرسة هي مستقبلكم. بنرجع للفقرة رقم 3 question and answer. اليوم بال question and answer كريستا عادة نحن بطرح السؤال وبترك هيك شوي صغيرة حتى المشاهدين يفكروا فيها، فجربي انت كمان فكري شوي، ما رح اسألك شو الجواب، فجربي شوف اذا كنت بتعرفي منهم وعدي لي كم جواب قدرت عرفتي لحتى نعرف انه هيك يعني بتقدروا انتو الشباب تفكروا شوي اكتر بالاشياء التانية. اعلى نسبة من الفيتامينات موجود بالفلفل الاحمر، شو هو هالفيتامين؟ يعني هيدي اعلى نسبة موجودة فيتامين سي. تخيلي انه الفيتامين سي هو موجود بالفلفل الحمرة الحرة، ما عم نحكي الفلفل الحلوة،
فقديه لما ناكل حر بنقول بينفع؟ ما بنعرف عشو بينفع، بنسمع الاهالي وتيتا وكلهم بيقولوا، بس فعلا فيه كمية عالية جدا الفيتامين سي، ونحن هلأ بحاجة للفيتامين سي عبوة بالشتاء، لحتى قريبا بعدنا هلأ بالصيف، فقريبا جدا رح نصير بالأول الخريف، وبتعرفوا انتو كيف ببلش الرشح والجريب والفلو وهالاخبار كلهم، فنحن عايزين فيتامين سي. سؤال رقم 2، ما هو الطائر الذي يفوق عدد البشر؟ يعني الطائر أكثر من عدد البشر، فهالطائر هو، معكم نص ثانية لتقولوا مين، رح جاوبكم، هو الدجاج. فالدجاج صار كتير عدده كبير وعالي، ونحن منحب ناكل دجاج، بس إذا فكرنا أنه عن جد العدد متفوق، مرات ما بتجي كتير على راسي. بتجي على راسك؟ بلا، انا اكشلي ايه فكرت انه ما عندكم الدجاج. برافو، عم بتلاحظوا مش بس بالاسئله اللي عم نطرحهم، بالحياه العاديه بالسوشيال ميديا الاولاد اقوى منا، فمعلش اذا هون عرفت الجواب قبل انا. على كل الاحوال، شو هي رقم 3 عم نسال هلا، شو هي الفاكهه يلي تتميز بنفس فائده حليب الام؟ يعني كيف الام لما ترضع اي فواكه بتوازيها الزيت الفايدة بحليب الأم؟ التمر. فالتمر هالقد كتير مهم، يعني تخيلي لما أهلك يعطوك تمر بتقولي مرات لا أنا ما بحبها مش معودة عليها، جربي، لأنه كمان فيها فوائد كتير مهمة. وللماما، فيتور ماما، عم نعطيكم خبر بهيدي المعلومة. أما رقم 4 وآخر سؤال لليوم يا كريستا، ما هي الفاكهة يلي بيوصفها العديد يعني العالم كلهم بيقولوا انه هي من الخضرة، هي من الخضرة بس بيقولوا انها فواكه، ونحن عادة بناكلها بس كل عمنا نقول رح نجيب خضرة من جيبها، بس بينما هي فواكه، فشو هي هيدي الفواكه؟ هيك انا بساعدك شوي، مبرومة لونها احمر، البندورة. يس، البندورة. فهيك اعطيناكم كل الأجوبة، وكريستا تقريبا عرفتي كم جواب؟ عرفت جوابين. 2 من أصل 4، كتير منيح، لكن ربحتي معنا اليوم. من بعد هالسؤال والجواب، طبعا رح أرجع لك، لأنه هلأ كل الأصحاب وكل الأهل وكلهم عم ناطرين هالحلقة ليشوفوك. أنا هيك بس بدي أتوجه معك لكلمة صغيرة لأصحابك وللأشخاص اللي عم يحضرونا. نحن بالحياة قديه نعرف قيمة أهلنا، وقديه بتهمنا طبعا السوشيال ميديا، بس كمان في المدرسة، يعني 3 عناصر عم بحكيك عنهم، المدرسة، الأهل، السوشيال ميديا. هلأ أنت مستعدة لشو؟ هلأ بالنسبة لأنه رح تبلش المدرسة، فهلأ أكتر شيء رح ركز على المدرسة ورفقاتي بالمدرسة، فبشوفهم هنيك، وعائلتي بس ارجع على البيت بخبرهم عن نهاري، بخبرهم اذا I'm stressed لشي تست، او بخبرهم كل شيء عم بيقطع بحياتي وبخبرهم عنه. يعني مثل ما بنلاحظ هلا الاولوية للمدرسة والاصحاب، ديجا رح نشوفهم بالمدرسة، ولكن الاهل دورهم على طول حاضر، شو ما عملنا، ان كنا بفرصة، بفرح، بحزن، بكل شيء، لمين نلتجئ؟ للاهل. وهيك الأهل أنتوا لكم أهمية كتير كبيرة. كريستا، وصلنا لنهاية حلقة كوفي بريك، وعندي بس الأندينج رح أقولها، برجع أنا وياك على طريقتنا منودع مشاهدينا. بالأندينج مثل العادة أنا بقول حكمة اليوم، وحكمتنا اليوم من جبران خليل جبران. شو بتقول هالحكمة؟ تسامحوا فرحلة الحياة قصيرة، وتقاربوا فالعمر لحظة، سنرحل كلنا وسنختلف في الرحيل. يعني هالكلام، الحياة هي فأسة زر مثل ما نقولها بالحياة، بالكلام العام يعني كل يوم نحكي هيك انه فأسة زر، وهون بيقول قربوا من بعضكم فالعمر هو لحظة، ولكن كلنا رح نروح، سنرحل كلنا من هون، بس كل واحد بطريقة معينة. كونوا دايما حاضرين لإيمانكم بالرب، دايما حاضرين للرب يرفقكم ويغمركم، وشو بدنا نقول، احلى من هيك حياة عم يعطينا اياها بالرغم من كل الامور اللي عم نمرق فيها، اهم شيء الصحة، فاذا صحتكم منيحة حياتكم منيحة، وشكرا للرب دايما انه منوعى بكير على نهار جديد.
كريستا رح أطلب منك تودع أصحابك والمشاهدين اللي عم بيشوفونا اليوم على طريقتك الخاصة. أنا بدي أقول لكم أنه مرسي أنه عم تحضروني، وهن اللي شجعوني لهون. وبتحبي تقولي لهم كلمة هلأ مثل ما بيقولوا رح نفوت على المدرسة، تحمسوا تشجعوا حبوا الحياة، أنتوا عنصر الشباب يلي بيعطينا الإيمان بالحياة، بيعطينا الأمل، فهيدا العنفوان والأمل والفرح قديه بتقولي لهم لأصحابك عيشوك اللحظة اللي نحن بحاجة لإله؟ مثل ما قالت شارلوت، نحن عن جد بحاجة لإله، لأنه بس هيك نتحمس عن شيء نحن وعم نعمله وي ويل انجوي ات أكثر، فهلا أنا بحمس حالي للمدرسة لتو انجوي ات أكثر. كريستا شكرا لك على حضورك المميز، شكرا لك على العفوية اللي كنت فيها حبيناها كثير، وفرح الشباب يلي مبين بعيونك عم بيضووا، شكرا لك على حضورك. طبعا أضفت للحلقة حلقة كوفي بريك، أضفت هيك روح شبابية وعطيتينا فرحة بالقلب، فكانت من القلب للقلب. وبعد كلام كريستا ما عندي شيء كتير مهم أقوله، ولكن بدي وصيكم أنه الأهل يا صبايا وشباب هن كتير مهمين بحياتكم، الأهل هن الضوء يلي أنتو عم بتشوفوا قدامكم ماشي، وهن بياخدوا الضوء والنور من إيمانهم بالرب، فاتبعوا كلمتهم لأنه هن بخافوا عليكم أكتر شيء من كل حدا تاني. ومن بعد ما بدنا ننهي حلقة كوفي بريك بدي لكم دايما تابعونا، أنا شارلوت بشوفكم كل خميس الساعة 8:30 للساعة 9، دايما تابعونا بكوفي بريك ومعلومات جديدة نضيف لكم إياها. نهاركم حلو، باي باي.